بخروج العمل الفني من تحت ايد الفنان بيتحول لمنتج لبرودكت بين مثلث بين الفنان والجاليري والكولكتور المقتني بتاع اللوحه. بيضيء العمل الفني في المثلث ده وبيتحول لمنتج. المطلوب من الفنان ان هو يراعي حدود المنتج ده اللي هو المنتج المطروح في السوق. بعض الفنانين بيعتبروا الكلام ده كلام مبالغ فيه، ان ما ينفعش نتكلم عن اللوحه او العمل الفني ان هو حاجه منتج يباع ويشترى، ولكن هو ده في الاخر هو ده اصله. عشان انزل بهذا المنتج في البورصه فلازم اكون مراعي المعايير الفنيه اللي هي بتاثر على ثقافه الفنان في الاصل عشان يطلع العمل الفني ده، اللي هو ثقافه الفنان، البيئه المحيطه، قرايه الفنان، شاف مين، اعجب بمين، اتاثر بمين، فطلع العمل الفني ده. في فنانين كتير قوي بياخدوا على بعض الفنانين التانيين التأثر، لكن هو طبيعة الحال ان محدش جاب حاجة من العدم. لازم يكون شاف حاجات كتير قوي علشان يقدر يطلع العمل الفني بالشكل ده. الصحافة فادتني انا شخصيا، ان الصحافة بتحول الرسام او الفنان اللي هو كأنه عسكري كوماندوز، جندي كوماندوز، مدرب ان هو يرسم اي حاجة في اي وقت، حادثة، جريمة، قضية اجتماعية، بورتريه لشخص مشهور، فبالتالي انت بيتم تدريبك، فبتحول الموهبة من موهبة لحاجة احترافية بحتة. يعني بسرعة لازم ده يخلص دلوقتي. وزي ما بيقول نجيب محفوظ ان الوحي يدرب ان هو يجي عنده من الساعة 4 للساعة 7، كان بيشتغل وظيفة حكومية، بيرجع البيت ينام ساعة او اتنين، يتغدى، ينام، يصحى، يكتب. فالوحي يدرب على ان هو يجي فيطلع العمل الفني، وبيضيع المضمون بتاع ان انا مستني الوحي. مش هسمع وحي اصلا، لا يوجد شيء اسمه وحي، ده اختراع، مش هسمع وحي. حجم شطاره الفنان ايه؟ ان هو بيأثر في تاريخ الفن بتاع بلده. يعني ممكن ناس كتير كتير كده ترسم، تعمل حاجات لطيفه، تعمل ديكورات، تعمل اي حاجه، لكن هل ده مفيد للحركه الفنيه دي؟ هي دي اللي بتفرق باسم الفنان. وبالتالي الفنان ده بيتحط في البورصات العالمية وبيكون شخص مؤثر ومرغوب فيه.